خلينا نرحب كالعادة بضيفنا الأستاذ المحترم فاروق سعدة. يعني أستاذ فاروق منورنا ومشرفنا دائما وأبدا. تحياتي لحضرتك استاذ احمد، ودايما متالق ومتفوق، وتحياتي لكل الساده المشاهدين من كل انحاء العالم، وبنشكرهم جدا على كلامهم اللي بيضع علينا المسؤوليه وبيزود يعني حقيقي اجتهادنا اكتر، وبيحط لنا قدام مسؤوليه كبيره جدا احنا ان احنا نبقى دايما عند حسن ظنهم، ودايما في الصوره، ودايما نبقى على حسن يعني تطلعاتهم يا رب دايما وظنهم بينا ان شاء الله يا باذن رب الله. دايما يا رب دايما يا رب دايما يا استاذ فاروق. وعلى مدار اليوم استاذ فاروق بصراحه بيجتهد علشان في الكام دقيقه اللي بيكون معانا يعني يكون منورنا دايما دايما باذن الله. طيب هتكلم بس سريعا في حاجتين قبل ما الاستاذ فاروق يدخل في الكاميرون. الناس اللي بتسال هتاي سبورت التركي اتغلب من الانيا سبورت كام؟ اتغلب 6-0. النتيجه 6-0، يعني فريق كهرباء هتاي سبورت اتغلب 6-0، ودي نتيجه كبيره كانت حتى على عكس سير الاحداث. حاجه تانية، ليفربول كسب الارسنال 2-0 في كاس الرابطه، عشان بس الناس برضو اللي بتسال. وعايز برضو اتكلم على الناس اللي سالت على حكم مباراه الاهلي والمولين العرب، هو نادر قمر الدوله زي ما الاتحاد الكوره اعلن. هاني قمر، نادر قمر الدولة هو اللي بيحكم، معاه هاني خيري ومحمد محمود لطفي ومحمد العتابي حكم رابع، وعلى تقنية الفار محمد الحنفي وبيعاونه محمد التبعي. نروح ونبتدي منين الحكاية يا أستاذ فاروق؟ من قلب الكاميرون. نبدأ على طول. طبعا النهارده مباريات كبيره ومفاجآت كبيره جدا، بدايه مباراه الكوت ديفوار والجزائر، المباراه اللي كانت جميله جدا وممتعه جدا، حكمها الملعب طبعا على جابوما، الملعب ده اللي هنلعب عليه مباراه الكوت ديفوار اللي القادمه، كان الحكم فيكتور جوميز، وقدم مباراه رائعه جدا. كوت ديفوار استطاعت انها تقدم مباراه من اجمل المباريات اللي شفتها في كاس الامم، وتفوز على الجزائر 3-1. يعني حتى النتيجه كبيره، بس الاستحواذ ما يدلش على الكلام ده، لان الجزائر كانت الاستحواذ اكتر 56% ل 44%. ونفكر الناس الجزائر حامل اللقب، ونفكر الناس الجزائر بطل كأس العرب مؤخرا. طبعا اللي هي فازت بالبطوله، وانا عايز اقول لحضرتك من 2010 لحد البطوله دي كل منتخب حامل اللقب كان بيخرج من دور المجموعات ما عدا الكاميرون، يعني الكاميرون الاستثناء الوحيد، لكن اي منتخب فاز من 2010 لحد البطوله دي، اي منتخب فاز البطوله اللي بعديها بيخرج من دور المجموعات على طول، ما بيكملش بعديها. فده كان الاستثناء، بس كان الكاميرون فازت بالبطوله اللي فاتت ومكمله معانا في البطوله دي. طبعا المباراه طبعا هنقول الاحصائيات على طول. طبعا الشوط الاجمالي او تسديدات على المرمى الاجماليه 14 الجزائر 12 كوت ديفوار، التسديدات على المرمى، وده الفارق اللي واضح النهارده بصوره كبيره جدا. يعني تخيل حضرتك الجزائر 14 تسديد على المرمى، اربعه بس بين القائمين والعارضه، كوت ديفوار سبعه من ال 12 بين القائمين والعارضه، طبعا نسبه من كبيره جدا. الفاعليه بالظبط، الفعاليه كبيره جدا لكوت ديفوار. الركنيات 12 الجزائر، واحده بس لكوت ديفوار، الاوفسايد واحد الجزائر، 3 كوت ديفوار. طبعا التمريرات 388 الجزائر، 311 كوت ديفوار. الجزائر نسبه التمرير الصحيح 83%، كوت ديفوار 81%. المباراه في اجمالها طبعا زي ما احنا شفناها، المباراه كانت بدات بضغط من الجزائر طبعا، لان هو الاحوج للفوز، لازم الفوز عشان يضمن حتى لو من احسن توالد. طبعا في الدي 14 التحام يوسف البلايلي مع لاعب كوت ديفوار، طلبوا لاعب الجزائر بتوقيع عقوبة على اللاعب، ولكن الحكم أكمل المباراة. بعديها دقيقة 23 اللاعب بيبي، وده من نجوم المباراة، بالجانب الأيمن بيمر كرة الكيسي طبعا، وكانت مفاجأة وصدمة كبيرة جدا، بيمر بصورة رائعة جدا ويلعب من جوه ال 18 كرة للخلف، يسدد كيسي يحرز الهدف الأول وسط ذهول الجزائريين والمنتخب الجزائري، وأحرز الهدف الأول لمنتخب كوت ديفوار. اللي بعدها طبعا الجزائر ضغط بكل قوة عشان يعني يتدارك التعادل، ولكن أزمة الجزائر زادت في دقيقة 39، ومن كرة ثابتة ورفع جوه ال 18، وفي غياب تام للدفاع سنجاري يعني برأسه صاروخية يحرز الهدف الثاني لكوت ديفوار، لتتعقد المأمورية قدام الجزائر في الدقيقة 39 2-0، مهمة صعبة جدا. الشوط الاخر كوره بقى في الدقيقه 45 يوسف البلالي انطلق وسدد كوره لكن راحت ضعيفه في ايد الحارس. بدايه الشوط الثاني جمال بالماضي حب ينشط الهجوم، دفع باسلام سليماني بدل بن رحمه،
والمنتخب الايفواري يعني كاد ان يعني يحرز الهدف الثالث بعديها، ولكن الكره مرت عرضيه، لكن بعديها بدقيقه واحده بموحي من سلسله يعني هجمات خطيره جدا بينقذ بموحي هدف الثالث، ولكن برضو الموضوع ده ما منعش ان في الدقيقه 54 وناجي حبيبي بقى نجم المباراه من اضافه الهدف الثالث وهدف برضو ولا اروع، استلم الكره جوه ال 18 وهيئها لنفسه بشماله في الزاويه البعيده لفه يعني ار 2 زي ما بنقول كده رايحه بملحي، بس اكتفى انه يقعد على الارض ويتفرج عليها. الهدف الثالث لكوت ديفوار، حاولت الجزائر ترجع للمباراه واتحسب بعديها بثلاث دقائق حسب ضربه جزاء فعلا للجزائر، ولكن رياض محرز بشوطه صاروخيه جت في العارضه، يعني الحارس راح في زاويه وجت في زاويه بتفكرني بكره مروان محسن ضربه الجزاء بتاعت بالميراس نفس الصوره بالظبط، خرجت في العارضه وخرجت. بعديها في الدقيقه 72 بن دبكه بينجح في احراز الهدف الاول لكوت ديفوار، وفي اخر دقائق كوت ديفوار في اخر دقيقه كوت ديفوار احرزت الهدف الرابع، لكن حكم الغاء بتاع التسلل، لتنتهي المباراه ويصدر الستار عن خروج وانهيار جزائري بنقطه واحده من بطوله كبيره صح. هو حامل اللقب طبعا. انا ما فيش مباراه جايب عليها رد فعل الا المباراه دي لان فيها بعض رد بس على الاستاذ صفوت علي بيقول النتيجه 4-1، لا النتيجه يا استاذ صفوت انتهت 3-1، النتيجه انتهت 3-1. وعجبني تصريحات وعجبني يا استاذ فاروق تصريحات محرز بعد المباراه لما لك انا اللي بتحمل المسؤوليه واحنا ما لعبناش بروح بالظبط. محرز ده انا اللي عجبني جدا بقى رد فعل جمال بالماضي ورئيس الجزائر، ودول اللي انا جايبهم طبعا. الرئيس بالماضي جمال بالماضي قال لك انا عندي شعور سيء جدا، احنا ما كناش احنا ما بنعرفش خساره، لكن الوضع ده بيقتلني داخليا، لازم نرفع راسنا ونحلل اللي حصل، مش ممكن نلعب 45 دقيقه بعد 45 دقيقه يحصل اللي حصل ده. صعب، من الصعب تفسير اللي حصل من بداية الدورة، ما ترجمناش الفرص اتيحت لنا وكان لنا في مباريات سهلة زي غينيا الاستوائية وسيراليون ما استغلناش، في حاجات هنا مش عايزين نتكلم عليها. محرز ما استفادش من الوقت اللي خده وتحمل يعني، وانا اتحمل مسؤولية اشراكه في كامل المباريات، كان مفروض اريحه شوية، وانا بقول ان احنا فقدنا التركيز، اللعيبة كلها ما عليهاش لوم، انا اللوم عليا لوحدي، ودي برضو كان موقف شجاع من جمال بالماضي. رئيس الجزائر طبعا كتب على تويتر، وده برضو كانت حاجة محترمة جدا، قال لك هذا هو منطق كرة القدم، يبقى الكبير كبيرا فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم اليوم وغدا، حظ أوفر في المقابلات القادمة إن شاء الله. طبعا موقف محترم جدا لأن منتخب الجزائر اللعيبة، أنا واخد بالي على فكرة، أنا ليا بس ملحوظة صغيرة، إن لعيبة الجزائر في المباراة دي يا أستاذ أحمد أو في البطولة دي عموما كانوا بيعتمدوا على الفردية أكتر من الجماعية اللي هي مميزة بيها منتخب الجزائر، فردية كل لعيب عايز يعدي ويجيب، ما فيش الجماعية اللي إحنا شفناها منهم في البطولات اللي فاتت واللي كانت عملت سلسلة لا هزيمه في الفتره اللي فاتت. نتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه، ونتمنى نبعد عنهم ان شاء الله في تصفيات كاس العالم، لان اكيد هم في كاس العالم هيحبوا يعوضوا اللي حصل ومش هيعدوه. اتمنى ان احنا الورعه وربنا يسترها علينا احنا امام كوت ديفوار باذن الله يوم الاربعاء يعني. انا مش متفائل صراحه يعني، حافظ الراجل بيقول لحضرتك مصر ان شاء الله هتجيب طرنا يوم الاربعاء، فانا بقول له ان شاء الله باذن الله المغرب هتجيب طرنا وطار الجزائر ان شاء الله مع من كوت ديفوار بعد كده. خلينا متفائلين. سيراليون وغينيا الاستوائيه، فوز غينيا الاستوائيه بهدف نظيف، غينيا الاستوائيه فاز دي من غير احصائيات، لان المباريات دي طبعا يعني ما بيبقاش ليها الاهتمام الكبير، وكمان كانت على ملعب ليمبي، المباراه خلصت 1-0 في الدقيقه 8، الهدف جه في الدقيقه 38 كمارا من او كوامي كو قصدي من انذارين وطرد لاعب سيراليون بالظبط. والمباراه غينيا الاستوائيه هي المفاجاه، ان غينيا الاستوائيه خطفت الجزائر المباراه اللي فاتت، والمباراه دي خطفت سيراليون، يمكن سيراليون كانت من احسن المباريات، والمباراه دي صعدت جزر القمر لدور ال 16، وكان في احتفال كبير جدا من دوله جزر القمر الدوله العربيه الشقيقه طبعا، وبنبارك لهم صعودهم لدور ال 16 في اول مشاركه ليهم في البطوله. المباراه كانت سجال بين الفريقين، ويمكن غينيا الاستوائيه كانت لها الافضليه شويه، ولكن قدرت تخطف هدف الفوز وهدف الصعود. سيراليون جالها ضربه جزاء في الشوط الثاني، ولكن الحارس تصدى ببراعه لضربه الجزاء وهو صعد فريقه للدور ال 16، فطبعا بنبارك لغينيا الاستوائيه وهارد لك سيراليون. ودي يعني كده ترتيب المجموعه، كوت ديفوار 7 نقط، غينيا الاستوائيه 6 نقط، سيراليون نقطتين، سيراليون 6، غينيا الاستوائيه 6،
ست نقاط. اه تمام، ست نقاط، تمام. سيراليون نقطتين، والجزائر نقطة واحدة، ويتزيل الجزائر مجموعته المجموعة للأسف الخامسة. النقطة. اه طيب، نروح للمباراتين التانيين، جامبيا وتونس. جامبيا وتونس طبعا مفاجأة من العيار الثقيل جدا طبعا لفريق جامبيا. الدولة دي دولة مسلمة، أول مرة يشتركوا في كأس الأمم الأفريقية، إنهم يفوزوا في مجموعة زي دي ويبقوا ترتيبهم يعني عندهم 7 نقط، لم يهزموا، فوزين وتعادل ويصعدوا عن المجموعة دي، فكانت حاجة كبيرة جدا. يعني هي فارق بينها وبين مالي فارق الأهداف بس مش أكتر، إنها كسبت موريتانيا 1-0، لكن كوت ديفوار، لكن مالي كسبت النهارده موريتانيا 2-0، هو ده اللي فرق معاها بس. لكن هي لو كانت كسبت هي 7 نقاط زيها زي مالي بالظبط. المباراة طبعا كانت مفاجأة، المنتخب التونسي برضو ما كانش موجود، اللي برضو حتى الإحصائيات برضو أنا قلت قبل كده مش دليل، تونس الإحصائيات أو الاستحواذ 69% ل 31%، مش هو الاستحواذ. ولكن لما تيجي تشوف ان توتال التسديدات على المرمى لتونس 19 تسديده، منهم 3 بس بين القائمين والعارضه، حاجه هزيله جدا. في المقابل ان جامبيا 10 تسديدات، منهم 3 بين القائمين والعارضه، ومنهم واحده اللي جه منها الهدف. لا انا مركز كمان يا استاذ فاروق، يعني المغرب جاله 3 ركلات جزاء في البطوله، يمكن واحده امام عفوا تونس. اكمل بس دي بعد اذنك، يعني 3 ركلات جزاء للمنتخب التونسي، واحده قدام مالي، واحده قدام موريتانيا، واحده قدام جامبيا. وهب الخرزي او الخزري ضيع واحده، يوسف المساكني ضيع واحده، وسيف الدين الجزيري ضيع واحده، يعني هدار ركلات جزاء. ويمكن ان علي معلول الحمد لله لم يهدر، لانه من ضمن اللعيبه اللي كانت المفروض بتلعب، لكن حتى يمكن المدير الفني التونسي، المدير الفني منتخب التونسي اتكلم وقال ان علي معلول في ركله فيهم اداها لزميله، ولكن في الاخر ضيعها. يوسف لكن المساكني في الارقام سلبيه، ده اللي انا عايز اقوله للمنتخب التونسي. بالظبط، المنتخب التونسي انا معايا، انا بسرع في رتم المباراه لان انا عندي احصائيات للمجموعه وحاجات ان شاء الله من اللي بتعجب الجمهور، انا عملتها مخصوص للجمهور برنامج كره بلدنا، هنقولها برضو على السريع بعد المباريات. طيب طبعا نروح لمالي انا عندي وموريتانيا. الاحصائيه دي. تمام، المباراة طبعا انتهت 1-0 في الدقيقة 94 زي ما احنا شفنا مباراة تونس وجامبيا. جامبيا وانا عايز اقول لحضرتك جامبيا اول بطولة تلعبها كأس أمم، اول اشتراك في تاريخها، فوزين وتعادل، ودي حاجة كبيرة جدا وحاجة محترمة جدا، وعجبني جدا منظر السجود الفرقة والجهاز الفني كله بالكامل بعد انتهاء المباراة. هاي هاي عجبني تصريح واحد بس الكابتن طارق دياب لما كانوا يعني بعض المذيعين او بعض الناس بتحاول تهدي شويه من المباراه، لكن هو كان له تصريح جمله محترمه جدا، قال لك جامبيا اهانت تونس، كيف سيدير منذر الكبير مقابلته الجايه مع نيجيريا وهو لا يستطيع اداره مباراه جامبيا، عيب على الكره التونسيه ما حدث. انا ضد لفظ اهانه ده، ولكن يعني كرويا على ارض الملعب امر وارد، لكن ضد استخدام لفظ الاهانه ده يعني. طب نروح لمباراه مالي وموريتانيا. مالي وموريتانيا المباراه انتهت 2-0 لمالي. موريتانيا الفريق برضه له رقم سلبي هنقوله في الاحصائيات بتاعتنا، فازت 2-0، الهدف الاول ابراهيم كوني اللي هو متخصص ضربات جزاء، 3 ضربات جزاء لمالي سددهم الثلاثه وسجلهم الثلاثه متخصص. وطبعا الاول ماسيديو هيدارا احرز الهدف الاول لمالي في الدقيقة الثانية، إبراهيم كوني أحرز الهدف الثاني المالي في الدقيقة 49، بتنتهي المباراة 2-0 وتصدر مالي فيديو للمباراة. هيدارة ده بيلعب في فريق لانس، 29 سنة بيلعب في فريق لانس الفرنسي، فيعني أعتقد الناس دايما التجربة الاحترافية بتفيد، فتواجده في الدوري الفرنسي أكيد بيضيف ليه، وده دايما مالي، يعني دايما تلاقي مالي على طول موجود، لعيبة منها كتير في فرنسا يعني. بالظبط. ادخل بقى مع حضرتك على الاحصائيات سريعا عشان عندنا شويه ارقام وحاجات كده جميله من اللي بتعجب الجمهور. المباريات اللي بعد انتهاء المجموعات 36 مباراه الى الان، 68 هدف، بطاقات صفراء 125 بطاقه وسبع بطاقات حمراء. عايز اقول لحضرتك ان هداف البطوله هو فينسنت ابو بكر ب5 اهداف، وهو ثاني لاعب في القرن الجديد بيسجل 5 اهداف في دور المجموعات بعد صامويل ايتو ما عملها في 2006 و2008. هو اللاعب الوحيد بعد صامويل ايتو من 2006 و2008 برضو كاميروني سجل 5 اهداف في دور المجموعات. الحكام احتسبت 18 ركله جزاء في البطوله، تم تسجيل 10 واهدار 8، ودي برضو حاجه كبيره جدا. المنتخب المالي والمنتخب التونسي اكتر منتخبين حصلوا على ضربات جزاء 3 و3، مالي سجلت الثلاثه والمنتخب التونسي اضاع الثلاثه، وهو اسوأ منتخب يضيع ضربات جزاء بعد برضو ما ضيع في 2010. يعني من 2010 للبطوله دي الجزائر ضيعت كميه ضربات جزاء كبيره جدا. تمام.
واللي بعديها منتخب موريتانيا هو صاحب اضعف دفاع في البطوله ب7 اهداف وما سجلش اي هدف. الكاميرون وكوت ديفوار اقوى هجوم 7 اهداف. منتخب السنغال اقوى دفاع، لان اعتقد السنغال ما دخلش غير هدف او ما دخلش في مرمى اهداف خالص. ما لسه ما قلتش انا ما قلتش اقوى دفاع، انا قلت ما لا لسه انا جاي لها. منتخبين، منتخب السنغال اقوى دفاع في دور المجموعات ولم يستقبل اي اهداف. منتخبين بس فشلوا في تسجيل اي اهداف من 3 مباريات. هما غينيا منتخبين هما غينيا بيساو اللي كان في مجموعتنا وموريتانيا لم يسجلوا اي اهداف. مفيش حد حصد العلامه الكامله الا نيجيريا كانت في مجموعتنا. اشرف حكيمي لاعب الجزائر سجل الضربه الحره الوحيده في المجموعات، الهدف الوحيد من ضربه حره في المجموعات. منتخب جزر القمر وجامبيا صعد الدور الثمانيه في اول مشاركه ليهم. طبعا خروج، احنا قلنا خروج الجزائر طبعا زي ما انا قلت المعلومه اللي قلتها من 2010 2019 كل اللي بيحصد البطوله ثاني بطوله بيخرج من دور المجموعات. المنتخبات اللي ما خسرتش في دور المجموعات الكاميرون، السنغال، المغرب، الجابون، نيجيريا، كوت ديفوار، مالي، وجامبيا. منتخبات ما فازتش في دور المجموعات اثيوبيا، غانا، السودان، غينيا بيساو، سيراليون، الجزائر، وموريتانيا. اكثر المنتخبات خروجا بشباك نظيفه مصر، المغرب، السنغال، غينيا الاستوائيه، مالي، وغينيا. اكتر اللاعبين صناعه للاهداف موسى بارو جامبيا 2، توماس بارتي غانا 2، كولينز فايل كاميرون 2. اكتر اللعيبه صناعه للفرص المؤكده وهب الخزري 2، سيرجي اوريي كوت ديفوار 2، سفيان بوفال المغرب 2، رياض محرز الجزائر 2، جاري رودريجز كافيردي 2، كليتشي نواكالي نيجيريا 2، جاميرو مونتيرو كافيردي 2. اكتر اللعيبه اهدار الفرص المؤكده تايو ايوني نيجيريا 3، ساديو ماني السنغال 2، فرانك كيسي كوت ديفوار 2، رومان سايس المغرب 2، جوليا تافاريز كافيردي 2، جيتانيه كابيدي اثيوبيا 2، حسن باندي بوركينا فاسو 2، اسلام سليماني الجزائر 2، اسماعيل وادي اثيوبيا 2، ايجيبو كامارا غينيا 2، فريدريك ميندي غينيا بيساو 2. اكتر اللعيبه بقى قياما بالمراوغات، ودي اخر حاجه معانا بالمراوغات الناجحه، موزيس سايمون اللي هو لاعب طبعا نيجيريا، اللاعب الثقيل قوي ده، اللاعب الكبير، 15 مراوغه ناجحه. غسلان كونان كوت ديفوار 12 محاوله ناجحه. نوهو تولي الكاميرون 7 محاولات ناجحه. فينسنت ابو بكر الكاميرون 7 محاولات ناجحه. واخيرا جيلور كانجا الجابون ب7 محاولات ناجحه. تمام، انا بشكرك يا استاذ فاروق على الاخبار دي. سريعا معلش، استعدادات المنتخب المصري كده وكواليس المعسكر والمحاضره اللي بالفيديو واللي معانا صور ليها. طبعا المحاضره على المنتخب هي النهارده، المحاضره طبعا كان في الاول ميران النهارده الصبح بدري يوم الخميس او امس الخميس، كان في ميران بدري وجاي مبكر عشان يمنح اللعيبه فرصه انهم يتابعوا مباراه اللي اتفرجوا على كوت ديفوار والجزائر. طبعا اللي شارك فيه جميع اللعيبه وتم تقسيمهم لمجموعتين لاختلاف الحمل التدريبي بينهم. طبعا اللي شاركوا في مباراه السودان كان الحمل اقل شويه. كان في محاضره والكلام على المباراه القادمه. في نفس الوقت محمود الونش واحمد فتوح اقتربوا من العوده للتدريبات الجماعيه، ولكن ما نعرفش بقى ممكن يلعبوا على يوم الاربعاء او جاي، يمكن فتوح في كلام ممكن يلحق، لكن الونش برضو الموضوع هيبقى بالنسبه له صعب شويه. لكن بقى الاخبار اللي جايه لي، وفي كان في حضرتك، انا بعت لحضرتك صور دي، كانوا بيتفرجوا على ماتش الجزائر وكوت ديفوار. بعديها محمد صلاح وهم قاعدين بيتفرجوا على المباراه. ده صوره انا شايف انا هو كان فيديو موجود، كيروش شايفه يعني، كان قاعد حاسس ان هو مخضوض من اللي هو بيتفرج عليه وان هو هيقابل المنتخب كوت ديفوار. بس ده اللي بمنتهى الامانه اللي عايز انقله حتى، ويمكن ده اللي جالنا شويه من البعثه الاعلاميه المتواجده هناك، في حاله يعني مش عايز اقول غضب من كيروش، هو كان يعني يتمنى الا يقابل منتخب كوت ديفوار لانه شايفه ان من المنتخبات القويه، وان مباراه تكون ربما تكون صعبه من وجهه نظره يعني. ولكن هو اتكلم مع اللعيبه، قال احنا جاهزين، عندنا الثقه، نقدر، احنا مرشحين بقوه، لو لعبنا نقدر نكسب بسهوله. اتمنى يا رب انه يكون مقتنع بهذا الكلام. ولكن في نفس الوقت يعني قبل ما اسيب لك المايك يا استاذ فاروق وتوضح لنا برضو الاخبار،
هو عنده حالة من الحزن شوية بسبب ان ما فيش دعم ومساندة ليه من الجماهير المصرية، وقال لك انا اتكلمت معاهم وطالبت وخليت اللعيبة تحيي الجماهير وبقيت اتكلم كويس وبقيت اوضح، مستغرب ليه ما فيش دعم ومساندة ووصلنا الدور وبنعمل مباريات وعندنا مشاكل مع بعض اللعيبة وكرم اكرم توفيق واصابات ورغم كده مكملين. هو شايف ان هجوم الجماهير عليه امر غير مبرر، فعامل له حاله من الحزن والغضب، برضه وجهه نظره ولكن مش في محلها بمنتهى الامانه يعني. انا شايف، انا مع كلام مع حضرتك بالفعل 100%، لان الكلام ده بيدل ان هو مركز مع الجمهور ومركز على ردود الفعل، مش مركز على البطوله وعلى المباريات. انا مفروض كمدير فني اركز مع لعيبتي، اركز مع المباريات اللي عندي، ده المهم عندي دلوقتي. اي كلام بعد كده انا ممكن اصالح الجمهور بان انا اكسب كوت ديفوار واصعد واكسب البطوله وادي اداء عالي واخلي الجمهور كله بدل ما هو مش قابلني لا يبتدي يتقبلني ويبتدي انا اتكلم يا جماعه انا غلطت وحصل كذا كذا وانا صالحتكم بالمباريات وبصالحكم بالمباريات مش بالكلام. انا قلت لهم روحوا حيوا الجمهور، طب انت كده صالحتني في ايه؟ ما احنا عارفين ان هم اتقال لك روح قول لهم صالح الجمهور، وانت خارج بتحيي الجمهور برضه اتقال لك روح حيي الجمهور. الكلام ده ما بياكلش مع المصريين عموما، ومش احنا بتوع الكلام اللي بنسقف لنا وخلاص وتحيينا، الكلام ده ما بياكلش معانا. احنا عايزين يا عم احنا سيبك من الجمهور خالص. انا طبعا مش معاه والكلام ده وصل فعلا. لا وكمان اللي بيزعلني بقى الاعلام يا استاذ احمد، يعني معلش مع احترامي الكامل يعني مراسل اون تايم سبورت مش هقول اسمه، يعني بعد ما اتفرجوا على المباراه في الرساله بيقول لك في حاله من الارتياح والتفاؤل الكبير بين الجهاز الفني ولاعيبه منتخب مصر بعد تاهل كوت ديفوار ومواجهتين في دور ال 16. طب ده بامارة ايه طيب؟ يعني حاله التفاؤل اللي هو بيقولها، يعني انا ما اعرفش الكلام ده صح ولا. زكي كتب على انستجرام قال لك انا جاهز. ما انا مش فاهم يعني على اساس ايه طيب؟ على اساس ايه؟ اصل احنا كسبنا كوت ديفوار قبل كده واخر مره قابلناه 4-1. لا يا فندم اتفرج على 2008 اخر مره قابلتها وكسبتها 4-1 في قبل النهائي، مين كان معاك ومين اللي كان بيدرب والفرقه كان شكلها ازاي؟ بعد كده تقدر تقارن. انت في المباراه دي اللي احنا كسبناها 4-1 يعني كان نجوم المباراه عمرو زكي واحمد فتحي ومحمد زيدان وابو تريكه واحمد حسن وعصام الحضري كان واقف. لا 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 في فرق كبير جدا. كابتن حسن شحاته المعلم كان بيلعب كل واحد في مكانه وكان بيخرج احسن ما عند كل لاعب، وما كناش بنسمع صوت حد ولا حد كان بيصرح باي تصريحات. هو ده الفرق. فما ينفعش حضرتك تيجي دلوقتي تقول لي في حاله من الارتياح والتفاؤل. طب هنتفرج على الارتياح والتفاؤل يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. نتمنى توفيق المنتخب المصري يوم الاربع ندعمه. انا عايز اقول لحضرتك، انا عايز اقول حاجه صغيره بس. انا طبعا سريعا انا بتمنى طبعا لمنتخب بلدي ان يفوز ويبقى احسن منتخب ويفوز بكاس الامم، لكن الاجواء عموما والمشهد ما يخلكش تبقى متفائل او يخليك تبقى انت قاعد مستني حاجه خارقه مثلا او حاجه. انت شفت النهارده كوت ديفوار مع احترام الكامل يعني ده بياكلوا بني ادمين، ده مش لعيبه كوره، ده انت شايف ما شاء الله الاجسام عامله ازاي والسرعه والمهاره. هنلعب قدام السرعات دي ازاي والاختراقات دي ازاي؟ عايزه مدرب يكون بس يا استاذ احمد، عايزه مدرب يكون صاحي وواعي ويكون شايف الفرقه اللي قدامه صح ويقدر يتعامل معاها باسلوب يقفل عليها بالامكانيات اللي عنده. ان شاء الله يبقى واعي وفايق وكل حاجه، ويوم الاربع هنبارك للمنتخب المصري ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا استاذ فاروق، شكرا جزيلا. يا رب ان شاء الله انت التوفيق لمنتخبنا، وتحياتي لحضرتك يا استاذ احمد ولكل الساده المشاهدين. بشكرك على المجهود المميز، شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. يعني بشكر الاستاذ فاروق سعده على اخباره، ورغم ان انا بتفق معاه في ان في شواهد، ولكن خلينا داعمين، خلينا مساندين، خلينا نتمنى الخير دائما وابدا للمنتخب المصري.